ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا. المشاكل الصحية المرتبطة بزيادة الوزن أو السمنة ما بتقتصر فقط على الكبار، بل إلها تأثير وكتير قوي على المستوى الجسدي والنفسي على أطفالنا. طبعا ممكن إنها تكون هي أكثر تعقيد بسبب التطور العصر، ونقول تطور أنماط الحياة العصرية، وصار في تناقص بالنشاط نقول الجسدي أو البدني للأطفال، اللي هو مرتبط نقول بالألعاب الإلكترونية، الموضوع اللي حكينا عنه قبل هالمرة، وبرضه بوجبات أكل سريعة. هذا الموضوع سبب خوف وقلق عند كتير من الأهالي وكتير من الأمهات. لنحكي أكتر معنا أخصائي التغذية محمد العطية. يسعد صباحك محمد. أهلا وسهلا، صباح الخير وشكرا للاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا. أهلين. صباح الخير. صباح الخير. في البداية هذا الموضوع بتوقع بهم الأمهات، وبتوقع أيضا أنه منتشر أو موجود بطريقة أو بأخرى، وزي ما تفضلت فرح للأشياء اللي عم بتصير في حياتنا. قبل فترة كنا مستضيفين وبنحكي عن موضوع أحد أخصائيين تغذية عن برضو الألعاب الإلكترونية. اللايف ستايل تبع حياتنا كتير عم بزيد من سمنة الأطفال. لو بدنا نحكي كبداية، الأم كيف ممكن تميز ابنها عنده سمنة أو لا، مثلا شكليا أو ظاهريا بكفي ولا لازم تعمل فحوصات؟ هلا سؤالك ممتاز بخصوص علاقة الأم كيف بدها تعرف إنه طفلها عنده سمنة أو لا. بس في البداية لازم ننبه لنقطة، إنه السمنة عند الأطفال بتختلف من السمنة عند الكبار في العمر أو الأدلت. كل واحد له خلينا نحكي معادلة معينة لحتى نعرف إنه هل هذا سمين أو لا. أشارت الدراسات وبالتحديد من منظمة الصحة العالمية WHO إنه أكثر من ثلث الأطفال حوالين العالم عندهم يا إما سمنة أو زيادة في الوزن. نسبة كبيرة. لحتى نعرف هذا الموضوع بالذات، في عنا إشي بنسميه مخطط النمو. في بيكون مخطط النمو ببلش من سنتين لغاية 20 سنة، بيكون طبعا عبارة عن ورقتين باللون البينك وباللون الأزرق. اللي باللون البينك بيكون للإناث، وباللون الأزرق بيكون للأولاد الذكور. بيكون بيرتبط بالأساس العمر مع الوزن والطول. أما عند الأدلتس أو عند البالغين بيكون الوزن مع الطول فقط بدون العمر. فلذلك أي أم مهتمة إنها تعرف إذا عند ابنها سمنة لازم ترجع لمخطط النمو، وتصير تقيس على مخطط النمو علاقة عمره بوزنه وطوله يعني كل 6 أشهر. أوكي، يعني هذا مخطط النمو إشي بتقدر هي تاخده مع حدا مختص تقدر تعمل؟ هذا بتلاقيه في أي مكان على الإنترنت. ممكن تكتب أنت مخطط النمو للأطفال أو مخطط النمو للذكور أو الإناث، وبناء على عمر ابنها وطوله ووزنه بيطلع فيه أرقام معينة. ممكن الأم تعرف إذا عندها إذا عند الطفل سمنة أو لا. هلا إذا ما عرفت الأم طبيعي إنها تلجأ لسبيشاليست أو مختص لحتى يتابع طفلها. طيب. أما إنه إذا هو عنده زيادة شوي في الوزن نحكي إنه عنده سمنة، لا هذا مش مؤشر نهائيا. تعرف يعني شغلي بس هون إحنا عنا هيك معتقد أو منحب دائما أولادنا يكونوا شوي كلابيز. أنا بموت على الأطفال. فهون بدنا نفرق زي ما تفضلت، إنه مش معناه إنه شكليا الإشي اللي إحنا منحبه فيهم إنه يكون شوي مليان مش معناه إنه عنده سمنة. ممكن يعني صح. بالأخير بنرجع على نرجع لمخطط النمو. كل 6 أشهر بيتاخد بوينت لغاية 20 سنة. وبنشوف كيف المعدل تبع النمو عنده زاد ما زاد. طبعا قبل سنتين بيكون في أشياء ثانية نقيس فيها صحة الطفل، اللي هي الهيد سيركمفيرنس اللي هو محيط الرأس، وممكن محيط البطن كمان تبعه. بطبيعة الحال الأطفال حديثين الولادة وزنهم بيتراوح ما بين 2 كيلو لغاية 4.5 كيلو. إذا إجا بهذا الرينج فهو وزنه جدا ممتاز. يعني أنا بلاحظ أحيانا ناس أو سيدات بتكون حامل ولدت، بيجي ابنها وزنه 2.5 كيلو، اللي حواليها يي ليش ابنك هيك نحيف، يي ليش هيك ضيق. هذا البني آدم طبيعي ضمن الرينج الطبيعي. ضمن الرينج الطبيعي نعم. فبناخذ بعين الاعتبار إذا عنده سمنة أو لا خلال الجروث شارت لغاية 20 سنة. لغاية 20 سنة. طيب برأيك شو الأسباب اللي مخلي إنه يصير في عنا سمنة للأطفال خصوصا بالوقت الحالي؟ أنت زي كأنك حطيت إيدك على الجرح. صح. هلأ في عنا عامل خفي جدا أنا كأخصائي تغذية بعتبره هو رقم واحد لسمنة الأطفال. السناكينج.
سناكينج خلال اليوم، هذا عبارة عن مشكلة المشاكل الكبرى عند الأطفال. بتوقعت كل الناس كل الأعمار هاي صح؟ إحنا هلأ صحيح بس ما إنه عم نحكي عن الأطفال، عن الأطفال نعم، هاي رقم واحد في سمنة الأطفال أنا بعتبرها. ليش؟ لأنه إحنا السناكينج هاي اللي بيخدوها عبارة عن تشيبس، شوكليت، كانديز، أشياء مصنعة بتكون غنية جدا في السعرات الحرارية ولكنها فاضية من المغذيات، لا فيها فيتامينز ولا مينرالز ولا معادن ولا بروتينات، فتعتبر هي السبب الأساسي. ممكن الولد يفتح باكيت الشيبس يأكله ويفتح إشي ثاني ويأكله ويفتح إشي ثالث، يجي وقت الغداء تعال يا ماما كول، ما بيأكل ما بيأكل صحيح. لأنه أصلاً أوريدي ماخذ سعرات حرارية وحاسس بالشبع بس بدون فائدة. السبب الثاني اللي تفضلتوا فيه في المقدمة اللي حكيناها اللي هي السيدنتري لايف ستايل، نمط الحياة البطيء أو نمط الحياة خلينا نحكي اللي فيه كسل، ما في حركة، تناقص نعم. بالنشاط البدني نعم، هذا واحدة من أهم الأسباب. السبب الثالث طبعا بنحكي إحنا عن عوامل جينية، بس ما بدنا نعلق شماعة السمنة تبعت الأطفال على العوامل الجينية، لأنه أي حد عنده مشكلة جينية ممكن إنه يشتغل على حاله يعالجها. بس هذا هو بدنا نسألك عنه، إنه هل الوراثة هو سبب يعني رئيسي بنحكي في موضوع السمنة؟ هلا حسب مؤسسة CDC أشاروا إنه العامل الوراثي في سمنة الأطفال بيلعب دور بنسبة 5% فقط. 5% نعم. الجينات ممكن أنت تحسن الـ environmental factors أو العوامل البيئية تبعتك بحيث أنك تكون أنت عكسها، فممكن العامل الجيني يعني ممكن أنت تلاقي ناس خلينا نحكي بالجيل اللي قبل الآباء والأمهات الأعمام الأجداد عندهم مثلا سمنة، بس الجيل اللي بعده لا. هلأ هون في عامل اللي هو الثقافة لعب دور، إنه الجيل هذا الثقف وعي صار يعرف شو يأكل شو يأخذ كذا، فحارب هذا الموضوع. فالعامل الجيني عامل مهم ولكن بلعب دور بنسبة قليلة جدا، بالمية 5% بالكثير. حكينا العامل الرابع اللي هو الانفيرومنتال فاكتورز العوامل البيئية، طبعا من ضمن هاي الأشياء اللي هي تسارع في الرذم تبع الحياة، انتشار الوجبات السريعة بشكل كبير، سهولة وصول الوجبات السريعة للمنازل مع توفر خدمات التوصيل والعروض. نعم يعني الإغراءات هاي نعم الإغراءات، يعني زائد إنه بيكون الواحد بيحضر على وات ايفر ايش في الإنترنت بيطلع له إعلان أكل صح. إعلان صحيح. شرب هي. إعلان توصيل فري إعلان كذا، فهاي أمور بتحفز كمان موضوع السمنة إنه يصير عند الأطفال أكثر وأكثر. عامل مهم جدا نسينا نذكره، طبيعة النمط الحياة عند الأهل هذا بيلعب دور جدا كبير. هلأ إذا الطفل عنده سمنة والأهل بدهم إياه ينحف وهم أصلا ما بيهتموا في هاي الأمور، إنه يوفر له الفواكه، يوفر له الخضار، يبعد عنه الحلويات، يخليه نشيط، يحافظ على ساعات نومه، راح يعاني الطفل. لأنه إحنا في عنا إشي مهم جداً لازم نأخذ بعين الاعتبار للأهالي، وهي رسالة بوجهها للجميع، إنه لازم تقود بالمثل طبعاً. lead by example. إذا أنا بياخدونا قدوة أحسن صح. إذا أنا بدي طفلي يكون عنده وضعه الصحي كويس، وزنه منيح، لايف ستايله حلو، لازم أكون أنا قدوته صحيح. وهذا طبعا منوجهها لكل الأمهات ولكل الأباء، إنه البداية بتبلش من عندكم 100%. بتعرف محمد يعني إحنا البالغين خلينا نحكي، إذا شفنا في بيتنا مغريات شو ما كان واحد عنده إرادة إلا ما تفلت منه أحسن. إلا ما يأكل، فما بال الواحد بالأطفال وبالمرحلة اللي هم كتير بيحبوا الشغلات المضرة. نعم صحيح. فأنت بالضبط كلامك، فالأهل لهم دور كتير كبير صح. إنه يثقف ابنه بالأشياء الصحية طبعا. ونمط الحياة الصحي، إحنا ما بنحكي حرمان وما تطعمي هاي الأشياء وابعد عنه ولكن لازم يكون عنده ثقافة إنه الفواكه مهمة إلك، الخضار مهمة إلك، لازم ناكل بروتينات في اليوم، لازم نشرب حليب، لازم ناخذ أليافنا وهكذا. نعم. عامل مهم جدا كمان وممكن يكون أخير اللي هو البيئة المدرسية. يعني حدث ولا حرج عن موضوع البيئة المدرسية، مقصف المدرسي يكونوا يتطاوش الطلاب على باكيت الشيبس أبو البريزة، فهاي الأمور بتأثر على السمنة عند الأطفال وبتزيدها طبعا. فالواجب من البداية ببلش من المنزل،
الولد شوي شوي أو الفتاة اللي عندهم سمنة تثقف شوي شوي في هذا الموضوع. طيب. بس إحنا بنحكي عن موضوع جدا حساس وبيلعب دور أو عفوا البيئة الشغل النفسية أو السايكولوجيكال إفكت على الولد مهمة. يعني ممكن كلمة واحدة تجرحه يكره الموضوع تبع الأكل الصحي تماما. طيب بدي أسألك محمد، شو رأيك مثلا إيش الأضرار أو المخاطر اللي مترتبة على السمنة؟ شو الأضرار؟ في أضرار كتير كبيرة وخطيرة ممكن تأثر على الطفل إذا كان عنده سمنة وكبر. هلأ بدنا نأخذ بس معلومة سريعة، إنه الطفل إذا كان عنده سمنة في بداية حياته نسبة يعني خلينا نحكي 80% ليتر أون رح يعاني من مشاكل صحية ورح يضل الموضوع معه. من أهم المشاكل الصحية اللي ممكن يعاني فيها اللي هي ارتفاع ضغط الدم الهايبرتنشن، 2 الكبد الدهني، 3 الكوليسترول المرتفع والدهون الثلاثية، 4 واللي هو هذا الإشي المنتشر حاليا مقاومة الأنسولين الذي يؤدي إلى السكري. السكري صحيح. شو بدنا يعني الموضوع خطير. صحيح جدا. يعني تخيل أنا بشوف حالات بيكون عمره 25 سنة وزنه 120 ل 140 كيلو، هذا عنده خطر للإصابة بكل هاي الأمراض. وبتحكي له روح اعمل فحص دم، فعلا بيطلع عنده كل إشي على البوردر لاين، الكوليسترول مرتفع، ضغط الدم عنده عالي، الدهون الثلاثية عالية، بتلاقي عنده شحوم على الكبد، عنده ديفلوبينج لمقاومة الأنسولين، ويعني لو استمر كمان شوي راح يصير معاه سكري. عمره 25 سنة حرام، يعني هذا حرام. العمر تقول لازم يكون كل قوته ونشاطه وحيويته يعني ويكون معاه أمراض هو لساته صغير بالزبط. يعني هذا إشي مؤسف بصراحة. فهاي طبعا. هي الأبعاد. وممكن كمان يعني إذا بدنا نروح شوي بعيد في موضوع تأثير السمنة على الأطفال، ممكن يحد من إبداعه، ممكن هذا الطفل يكون عنده مثلا مهارة في لعب رياضة كرة معينة، كرة القدم مثلا تمام، زاد كبر وزاد وزنه، منعته من هذا، فقد الكرياتيفيتي تبعه في هذا الموضوع. صحيح. وقيس على هذا شغلات كتير يعني. طيب حكينا عن دور الأهل، هو دور جدا مهم وأساسي دائما فعليا. معظم الأشياء المطرحة تبدأ من المنزل وتعول على الأهل. حكينا برضو عن الأمراض وفعلا هي خطيرة. لو بدنا نحكي عن الحمية الغذائية إذا بزبط للطفل بهاي المرحلة أو في عمر معين ممكن نبدأ فيها مرحلة الحميات الغذائية. سؤالك حلو وموضوع مهم. بالنسبة للحمية الغذائية المناسبة خلينا نعمل تشكيل الكرة قدم. يلا نشكل 5-3-2-1 تفضل. هلأ مبدئيا 5 إنه بدك تعطي طفلك 5 حصص من الفواكه والخضار يوميا. جميل. الفواكه بتكون حصتها بقبضة حجم قبضة الإيد، والخضار حصتها نص كاسة. نص كاسة. 5 حصص من الخضار والفواكه يوميا للطفل. 3 حصص من النشويات المفيدة، يعني احنا بنحكي عن الخبز الأسمر، التوست الأسمر، الشوفان، المعكرونة، الفريك، البرغل، البطاطا، البقوليات، لازم ياخذ 3 حصص يوميا. 2 اللي هي عدد ساعات اللعب على الأجهزة الإلكترونية في اليوم، أكثر من 2 لا ما في، وحتى ممكن إنه يكون أقل، فهذا إشي بيرجع للأهل. ساعة اللي هي 1 ساعة رياضة في اليوم بغض النظر عن شو نوع الرياضة. هلأ هاي برضو رسالة بنوجهها للأهل، ما تغصب الطفل إنه يعمل رياضة معينة، وما تخلي الطفل يلعب رياضة عشان يخفف وزنه. لا، لازم يكون هو إشي بحبه ولازم يعمل هذا الإشي لأنه هو it's fun to do. يعني هذا إشي للمتعة مش لتخفيف الوزن. طيب سوري منك بس فضل. حابة تنصحنا هيك قبل ما نخلص عشان الوقت، انصح نصيحة للأهل بخصوص هذا الموضوع، يعني هاي أهم نصيحة ممكن تقدمها بخصوص سمنة الأطفال. الموضوع ببلش من عندكم ولازم أنتوا تبلشوا في تعديل نمط حياتكم والخيارات اللي أنتوا قاعدين بتاخدوها وبتحطوها في بيوتكم. حاولوا تتبعوا قاعدة 80-20، 80% من الأكل تبعكم يكون صحي و20% من الخيارات الثانية، وقودوا بالمثل lead by example. يعني جميل. أنا بدي
أحكي لك أنك أبدعت بموضوع 5-3-2. صحيح. لخص فعلاً لخصت الموضوع وسهل. يعني أنت سهلت على أهل الموضوع، مش إشي كتير بدك لازم تروح عند تغذية وتأخذ برنامج وكذا. عم نحكي بس بحالة أنه إذا بدهم يعملوا إشي منيح لأولادهم كحمية غذائية، وموضوع الألعاب الإلكترونية برضو مع هذا الصح ساعتين ما يتجاوز هذا الإشي. ورسالتك للأهل رائعة، نتمنى أنه الأهل يلتزموا فيها. موضوع جدا خطير، بيرتبط بأمراض زي ما تفضل أخونا محمد، وممكن تمتد مع على الكبر يعني. فبالتالي ما حدا يتهاون بهذا الموضوع، وأولادنا زي ما بيحكوا فلذات أكبادنا هم أولويتنا.